الخالق لا يوصف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به؟ جل عما يصفه الواصفون: ناء في قربه وقريب في نأيه. كيف الكيفية فلا يقال له كيف، وأين الأين فلا يقال له أين. هو منقطع الكيفوفية والأينونية، فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.